على بعد حوالي 180 كيلومتر عن عاصمة الولاية الأغواط، هي معاناة حقيقية يتكبدها سكان بلدية عين سيدي علي بسبب غياب التهيئة ومطالب شعبوية أصبحت تنادي بتأهيل وصيانة الطريق الذي يربطهم بولاية البيض. من بين الإشغالات اللي نقدمهم للسيد الوالي ومن خلاله للسيد رئيس الجمهورية هو إدراج طريق الرابط بين عين سيدي علي وولاية البيض كطريق ولائي بالطريق 111. الطريق هذا باقي نصنفوا الطريق هذا الرابط بين بلدية عين سيدي علي والبيض مرورا بزاوية سيد ناصر. عين سيدي علي بحاجة ماسة إلى فتح الطريق الذي يربط بين عين سيدي علي مع ولاية البيض من أجل رفع الغبن على المواطنين. حتى الطرقات الداخلية لم تسلم من التصدع وقد تشتد المعاناة. داخل المدينة وفي التجزئات خاصنا القودرو رانا كما يقول لك نمشوا على التراب، وراح عندنا سنوات كل 5 سنين تفوت بلا هذا الصوالح. وعدنا السيد الوالي يعني باه يعاوننا في مجال الطرقات وتهيئتها، سواء الطريق الوطني رقم 121 المار على عبر عين سيدي علي الذي يربط بسيد الناصر الى ولايه البيض، نتمنى ان يكون يصنف ولائي ثم وطني. ويبقى سكان الجهه الذين عانوا من دوامه الانسدادات السياسيه السابقه يعلقون الامال على التزامات السلطات الوصيه. لاحظنا ان بلدية عين سيدي علي تتطلب عمليات من أجل إعادة تهيئتها من جانب التهيئة الحضرية في وسط المدينة أو تجزئات المنشأة. وتبقى المعاناة متواصلة أوساط سكان البلدية النائية، يقابلها في ذلك بصيص من الأمل في مواكبة مجالات التنمية المحلية كباقي بلديات الولاية.